Ay, se me metió algo al ojo. Ay, ay, ¿me ayudas? ¿Le soplas? Sí, soplale, soplale. هديك بيتعلم هي شرم الشيخ فيها كم شيخ؟ ايه ده؟ هو الساحل ساحل كم مرة؟ عيب غردقة غرقت كم مرة؟ بنتي بوقك مستفز انت كلك مستفز بيدي 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 يا سلام ده اللي بيهزر من باب الخوشة بتاعي. Hey guys, النهاردة هنريفيو لبش. Lebesh has been the rage lately with its unique serving style that is very attractive to large groups of friends. We ordered 1 kilo fried chicken and 1 sikh. The fried chicken were solid with a crispy exterior and packed full of flavor inside. The burger and the bread were also a big hit. All English, all the time! Chicken breasts were pretty average. The fried seasonings were one of my favorite parts, but the second round were so undercooked, no one ate them. انا واثقه في ربنا وفيك انك هتكون خير الذوق والسند والصاحب خير الذوق والسند والصاحب ومش كده وبس لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده ما ندمتش يوم ان انا اخترتك بل بالعكس كنت انت اعظم واحسن انتصاراتي واختياراتي في حياتي انت بتتكسف ليه يا عم انت بس 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 هي ايه واي هو هيصف الكلام ولا ايه هطلب منك طلب انا زي ما هشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك والصغير قبل الكبير ومع احترامي لكل اهلي واللي مش عاجبه اطلع العروسه بقى كلمه العروسة. وديه بعد اللي حصل اوجه كلمه للعروسه ونكتك هتوصلك على الطريق دي تشل ربنا يخليها لي ايوه ايوه ربنا يخليها لي وربنا بص يقدرني اللي انا اسعدها هي اولا دي طفله متطفله يعني دي عيله صغيره ايه ده؟ دي طفله متطفله يا لهوي على السيد السوداء ليس على المريض حرج زي ما هو بيقولوا انت عايز ايه حضرتك ايه لا يعني دي عيله صغيره ليس على المريض حرج زي ما هو بيقولوا دي طفله متطفله يعني دي عيله صغيره صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اسمع صلاه النبي حلو هو هيطلع ارنب ولا ايه انا مش عارف ركزوا معايا اذا رسمنا خطا من هذا المج الى هذا المج لا انا بقول اي كلام يا جماعه ما تركزوش انا كنت عايز لي نفس الكلام اللي انت لسه قايله انا بقول لك انا عايزه مصروفي تمام وانا زي اي بابي محترم اتفضلي يا حبيبتي 3000 في الاسبوع ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يا عم في راجل يعيط ليه يعني؟ يا عمي خلاص بقى لعون ابوك يا فقر حاوجني للاندال ليه 3000 يا بابي؟ انت قلت لي الاسبوع اللي فات ان انت هتزودهم لي عشان هما ما بقوش يكفوني ما انت لما بتحتاجي حاجه بديك في فلوس كده كتير قوي اه خلاص يا حبيبتي خدي 1000 كمان اهي بس يا ريت ما تتعوديش على كده انت تزعري ايه ده؟ انت تزعري ايه ده الزهرة اللي انت فيها دي؟ تمام كده مبسوطة تمام ينفع تاخدي الفلوس دي تشيليها معاكي؟ اشيلها يعني ليه؟ تشيليها معاكي ما تصرفهاش احوشها ماشي قصر الكلام الفجير هيفضل طول عمره فجير ها ومعفن لا 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 وصرمة وكلب وابن 60 كلب او ماي جاد ثانك يو دادي اي لاف يو سو ماتش روح 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 اخرب بيت اللي جابه 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 ماما سوسا ايه ايه يا ام سوسا يا ولاد الكلب يا جسم يا ولاد الجسم ام سوسا هات ابويا نشوف بوا احسن يكون بوس الاخر كده تمام؟ اه ابويا كان تمام اه خلي في عشرة ما في راحة يا شيخ ربنا يهدك طب انا في السيره السوداء دي بيتها انا بيتها انت مالك مستغرب قوي ويجي عمرو حاحا ريميكس صلاح ده اشرف منك صلاح ده احسن منكم كلكم على فكره صلاح اشرف انا بقول لكم اهو بيلعب كوره باحترافيه صلاح ما بيضربش حد
صلاح مره ضرب واحد كده مش متعمد قعد يبكي وبيسقف له وهو خارج، غير المجرم السفاح البلطجي راموس امبارح اللي بيضحك وبيطلع لسانه.